بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله أشواطنا تتواصل مشاهدينا الكرام بميدان السادة في صباح هذا اليوم في منافسات الديوان السابع على أرضية جوهرة الميادين. متمنين التوفيق للجميع بإذن الله تعالى، ونسير إياكم إلى مقدمة هذا الشوط ونتابع اللي قادة المسيرة بنت مناور مانع بن محمد بن علي الوهيبي اللي تصدرت القيادة. المركز الثاني، المركز الثاني تتواجد ملامح سهيل بن محمد بوثم العامري. نقلة إلى المركز الثالث نجد الوثبة سالم بن عامر العامري من فاز بالفيل والشامخة في صباح هذا اليوم، يطمع يسجل الحضور الثالث. الدخول من المسك غانم بن علي بن حمودة الظاهري غيرت وخذت المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس تتواجد مشاهدينا الكرام تصريح، وتعود ملكية تصريح المبارك بن محمد بن نصرة العامري. أما في المركز السادس، المركز السادس شواهين سالم بن محمد بالشرقي العامري. هكذا النداء لست الأسماء الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط، ونعود وياكم إلى المقدمة ونتابع اللي قايدة المسيرة وماخذه المركز الأول. هذه أمامكم المسك غانم بن علي بن حمودة الظاهري، لكن نخطف المركز الأول. من مشاهدينا الكرام تصريح مبارك بن محمد بن نصرة العامري غير التصريح وخذت المركز الأول وسيطرت إلى مقدمة هذا الشوط. هذه تصريح مبارك بن محمد بن نصر العامري، تليها شواهين في المركز الثاني سالم بن محمد بالشرقي العامري، والمركز الثالث المسك المملوكة الغانم بن علي بن حمودة الظاهري. المركز الرابع الغدوم مشاهدينا الكرام من الوثبة سالم بن عامر العامري. من يقدم الوثبة هناك القدوم آخر من أسيل حق عبد الله بن سيف جعفر بن مرخان الاجتبي اللي وصلت وخذت المركز الخامس السادس لسهيل بن محمد بوثام العامري. هكذا النداء للست الأسماء المتقدمة في مسار هذا الشوط، ونعود وياكم إلى المقدمة، نعود وياكم إلى صدارة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، غيرت الوثبة سالم بن عامر العامري مشاهدينا الكرام، يعبر للمرة الثالثة على التوالي في صباح هذا اليوم عند لوحة الكيلو المتر الأخير. الوثبة 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 تقلب الميازين لصالحها. سالم بن عامر العامري هو من قدم الوثبة، مرموقة وصلت، وصل محمد بن أحمد بن حسين العامري، وصل أبو علي، قدم مرموقة، أول ندى لمرموقة عند لوحة الكيلو المتر الأخير، ونتمنى له الفوز والانتصار بالكأس في مساء هذا اليوم على طريق سمحة بإذن الله تعالى. يقدم مرموقة في صباح هذا اليوم بميدان الساد كتنتزع المركز الأول. أما في المركز الثالث الدخول أول ظهور لبطاشة سالم بن محمد بن سالم بن ناصر النعيمي، لكن نعود إلى وياكم إلى مقدمة الشوط. هذه الوثبة تنفرد بالمركز الأول، الانفراد التام. سالم بن عامر العامري يقدم الوثبة يا سلام، ما شاء الله تبارك الرحمن. سالم بن عامر العامري يسجل الحضور الثالث بانفراد كلي عن كل الأسماء، ويسجل الهاتريك بكل أريحية. تهانينا والناموس لسالم بن عامر العامري. النعيمي قادم، بطاشة محمد بن سالم بن ناصر النعيمي، لكن بطاشة وين والوثبة وين؟ الوثبة تنفرد الانفراد التام وتهدي السلام للمرأة
المرة الثالثة لسالم بن عامر العامري، تهانينا له والناموس على فوز الوثبة بالمركز الأول، الثاني مع محمد بن سالم النعيمي، الثالث لمحمد بن أحمد بن حسن العامري، الرابع لسالم بن سهيل بالشرقي، الخامس لمسلم بن حمد بن متعب، السادسة تهذيبة سعيد بن سويد المنصوري، التوقيت 44 ثانية، تهانينا والناموس لمالك الوثبة سالم بن عامر العامري.